نحن لا ننكر ما ورد في القرآن من حقد اليهود. الله سبحانه وتعالى قال: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا في القرآن، لا ننكر هذا. لكن المفسر ابن عطية مثلا في بحر الوجيز هو يذكر أن ولكن منهم من ليسوا كذلك، صحيح أكثرهم هكذا ولكن منهم. وهذا هو الذي إذا نحن لا نعترف بهذا نفقد أمثال هذا الرجل. عندي جوهر، والله عبد الحي جوهر، وأنا أعرفه منذ 10 سنوات وأنا أحبه. فهذا هو فقط، يعني إذا أنت لا تعترف أن بأن هناك منهم من يهتدي. بس احنا ما نبغى نلوم يعني الناس اللي هي مرت في ظروف زي الفلسطينيين، يعني والله فلسطين يعني ما نبغى هذول كمان. صحيح، لكن يعني انا العجيب كل ما نسمع عن الفلسطينيين من الذين يزورونهم من الامريكان الذين يقفون معهم يتعجبون من حلمهم. والله كثير من الناس، وانا الفلسطينيون الذين انا تعرفت عليهم اكثرهم انا وجدتهم كذلك، عندهم نوع. حتى ريتشل كوري الذي بإذن الله سنزور والديها في نيويورك التي ذبحت هناك يعني بجرارة، هذه مسكينة في الإيميل بعثت إلى أمها قالت: والله لأول مرة أظن أني أشوف كرامة الإنسان عند الفلسطينيين. طبعا فهذا الشعور الجهادية مثلا لا تظهر في الفراغ، فهناك ظلم وهذا لا ينكر في فلسطين، في شيشان، في كشمير، في عدد كثيرة. الله قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. فهذا لا ينكر، لكن في الصراع في هذه الأيام يعني أقوى أسلحة عنده هل هي أسلحة مادية أو روحية؟ هم يعني أقوى منا، يعني لا يعني وجه للمقارنة بيننا وبينهم، يعني الغرب والمسلمين. فماذا نملك؟ الروحانيات المطلوب نتيجة إيجابية ولا شفاء الصدور. والمثل الأعلى هنا سيدنا علي، إمام علي كرم الله وجهه لما نأى بسه بسق وجهه عدو، كان يعني خلاص يشهر أمن. لما وجهه تواف فما أراد أن يقال الرجل: ما بك قاتل. البغض في قلبي ما صنعت إياه، إيه؟ ونحن نريد فقط أنه ما نعمم أنه ليس أعداؤنا سواء من النصارى أو من اليهود أو أي كان، مع ذلك نحن نريد الهداية لهم. أنا أريد الهداية، والله أريد الهداية لليهود، أنا أريد الهداية، وأنا أعتقد هم أولاد يعقوب عليه السلام. كيف جدهم يعقوب كيف ينظر إليهم؟ هل هو لا يتمنى لهم الهداية؟ يعني هم من ذريته، نبي من الأنبياء، لا يريد الهداية لهم؟ الله سبحانه وتعالى كم مرة ذكرهم في القرآن، فلهم شأن بدون شك، والله سبحانه وتعالى سينصر يعني ولو بعيد سينصر المسلمين. ولكن نحن نريد مع هذا النصر الحلم والرحمة والحكمة والحكمة ومفتوح للدعوة. ما زال مع وجود التوتر بين الشرق والغرب، مع ذلك الباب للدعوة مفتوح، والناس يعني بحاجة ماسة إلى يعني الإسلام ومفاهيم الإسلامية. فنحن كدعاء نحاول أن نقدم للناس هذا الدين. وأنا والله أتمنى، وإن شاء الله ننتهي عن هذه الكلمة، أنا أتمنى أن الإخوة ما يقول هذا إسلام أمريكا ولا هذا إسلام يعني أمريكي خيالي أو شيء. هذه الأشياء أنا أسلمت لأجلها، وإذا أنتم الآن تقولونني هذا ليس ديننا كيف؟ الظروف اللي تحطينا، ولكن هي ما هي ظروفي؟ أنا أسلمت لأجل هذه قيم ومبادئ، وإذا أنتم تقولونني أن هي منسوخة ولا حقيقة لها في الإسلام كيف؟ أنت تشوش علي. فأنا أرجو من الإخوة أنهم ما يعتقدون هذا الشيء،
وأنا أقول هذا من صدق قلبي، وهذا مبدأ أنا متمسك به ولن أتركه إن شاء الله. وأنتم إذا تخالفوني في ذلك ف... أنا معك عن نفسي ولكن أنا فقط أنا أعرف أن الكثير من الإخوة سيتعجبون ويستغربون، لكن نرجو من الله يعني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب ممكن نختم بس بشيء عملي آخر شيء. الشخص اللي اقتنع بكلامك الآن لكن ما هو عارف يوصل الرحمة للقلب مهما كان قاعد يشوفه، والله أنت كنت ذكرتها سابقا، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. اتباع الحبيب رحمة للعالمين. Thank you.